بسم الله الرحمن الرحيم. نواصل في المحاضرة 14. وصلنا إلى طريقة حساب كود المراجعة أو رقم المراجعة، وهو الرقم الأخير من الجهة اليسرى. للتذكير، هذا هو الباركود اللي حناخده مثال. هذا الباركود مكون من 13 رقم: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13. هذا نظام الترقيم الكود الأوروبي EAN. وقلنا أنه ثلاث أرقام من الشمال بتبدأ، هي الرقم بسموه فلاج، العلم، يعني الثلاث أرقام بتدل على الدولة. كل دولة لها كود معين من ثلاث أرقام. الأربع أرقام اللي وراها كود خاص بالمصنع، الخمس أرقام اللي وراها في نفس المصنع، لكل مصنع بيحق له معاه خمس أرقام بيقدر يصنف يرتب منتجاته. الرقم الأخير كود المراجعة. تكلمنا في الأول والثاني والثالث، الآن نتكلم كيف نحسب كود المراجعة. هو رقم مبني على أساس حسابات رياضية. هذه الحسابات الرياضية بعملها على 12 رقم اللي قبله، ويوضع هذا الرقم في آخر الشفرة الخطية اللي هو هذا. بتكلم عن كود المرجع، يعني في مثالنا هذا هنتكلم عن الرقم 4. كيف بأحسب هذا 4 كود المراجعة؟ كيف بدي أحسبه إذا هو فعلا التكويد صح ولا خطأ؟ من خلال العملية الحسابية التالية. عندما يقوم قارئ الشفرة بفك الشفرة، أو عندما تكتب الأرقام على لوحة مفاتيح في الكمبيوتر، فإن الكمبيوتر يعيد حسابات ل 12 رقم. طبعا عملية حسابية سريعة، ويجب أن تكون النتيجة هي نفس الرقم المكتوب في الآخر، اللي هو نفس رقم كود المراجعة. إذا لم تكن النتيجة كذلك، فهذا معناه أن الشفرة لم تدخل بطريقة صحيحة، ويجب إعادة إدخال الكود. الطريقة الحسابية اللي ممكن نحسب فيها كود المراجعة، المثال تبعنا الرقم الكودي هو نفسه اللي في الصورة في المثال، لكن أنا كتبته هنا من بدون الخطوط. هذا هاي 5 0 1 8 3 7 4 4 9 1 3 0 5. هذا هو، لا آسف مش هو، هذا 5 3 0 127. لا مش هو، يبقى ماخذ رقم تاني. طيب ناخذ هذا الرقم الكودي ونشوف. هكتب الأرقام هيها 5 0 3 0 3 1 9 4 4 7 3 8 1 0 5. أنا بديت الأرقام من الشمال، أي الخمسة هذا بدي أعتبره كود المراجعة، رقم 5 هذا كود المراجعة، فما بنكتبش. ببدأ أكتب الأرقام، هاي 0 3 1 9 4 4 7 إلى آخره، 0 5. يعني هذا الرقم بعتبره الرقم الأخير اللي هو رقم 5، بعتبره هذا كود المراجعة.